يلا نبدأ النهاردة. هناخد ايه؟ العوامل، عوامل الأعداد. طيب يعني ايه عوامل؟ يعني مثلا لو قلت عوامل العدد ايه؟ 3، زي ما كنت بقول من شوية، عوامل العدد 3. يعني ايه عوامل العدد 3؟ يعني العدد 3 ده أقدر أكونه في مصفوفة بشكل ايه؟ ازاي؟ يعني مثلا عندي اهو 3 دوائر، معايا ولا ايه؟ معاك يا مس. تمام. لو عندي 3 دوائر كده، عايزة اكون منهم مصفوفة، لازم يبقى فيها ايه؟ صفوف وأعمدة، صح؟ طب كونتهم كده بالشكل ده، كده دي مصفوفة فيها ايه؟ عمود صف واحد وثلاث ايه؟ عمدة عوامل، عمدة صح؟ طيب لو وقفتهم كده، 3 صفوف، 1 2 3، وإيه في عمود واحد. طيب العوامل دي اللي هي الأرقام اللي أنا كونتها من الصفوف والأعمدة. طب أنا كونت من أرقام إيه؟ من الواحد والتلاتة، متكررة تاني التلاتة والواحد، متكررة تاني إيه؟ التلاتة والواحد. يبقى معنى كده أنا الأرقام المتكررة مبخدهاش، الأرقام المتكررة مبخدهاش. يبقى التلاتة ده ليه عاملين بس، اللي هو الواحد والتلاتة. أقدر أعمله في شكل تاني؟ هقدر أعمله في شكل تاني غير الشكل الأول؟ لا لا مش هينفع. طب تعالوا نشوف رقم كمان. لو قلت مثلا رقم 4، نقدر نكونه في ايه؟ نقدر نكون الـ4 ده ازاي بالمصفوفات؟ او بمعنى ابسط، ايه في ايه يدينا 4؟ كام في كام يدينا 4؟ 2 2 في 2. اقدر اكون مصفوفة عبارة عن صفين والواحد في واحد في وعمودين، أربعة برضه. برافو، اللي هي 2 في 2، او اقدر ايه، 1 في 4. ممتاز، 1 في 4. لو عملت 4 في 1 هي هي، صح؟ صح. معلش ثانية كده. نعم. مس 7 في 2 هي الـ2 في 7. ايوه، 7 في 2 هي هي 2 في 7. طيب في طريقة تانية اقدر اكون بيها الـ4 ولا خلاص كده؟ في طريقة تانية؟ تقريبا لا. تقريبا لا، مفيش حاجة تانية ايه اقدر ايه اكون بيها الـ4. يبقى انا كده عندي عوامل الـ4 ايه؟ الـ2 و2 متكررين، هاخد واحدة منهم بس، يبقى 2. طيب واخد اتنين الواحد واخد ايه؟ الـ4. لو عملتهم كده برضو، اللي هي 1 2 3 4، 4 في 1 هي هي مكررين، فايه هاخد بس واحدة منهم. تمام كده. تمام طيب انا عايزة مين فيكو هيعرف يجيب لي عوامل الـ5؟ مين يقول انا هجيب عوامل الـ5؟ يلا أنا خلاص، عمر قال الاول، انت هتبقى تجيب الـ6. يلا يا عمر. مسألة الضرب 1 في 5. 1 في 5، يعني هعمل كده ايه؟ صف واحد وخمس و أعمدة. 4، 1 في 5. ايه كمان؟ مو اقسمها في بشكل مسألة تانية؟ أجيب مسألة تانية؟ في حاجة تانية، العوامل الـ5 اقدر اكون الـ5 بطريقة تانية. لا لا،
ما فيش حاجة تانية. يبقى عوامل الخمسة ايه؟ الواحد بس والخمسة. لما ناخده شوية كده شوية قدام هنعرف ان ده عدد اولي، يعني ملوش عوامل غير الواحد وهو ونفسه، الواحد ونفسه. طيب الاتنين، عوامل الاتنين ايه يا محمد؟ الستة في واحد و التلاتة في اتنين. هو احنا مش فاتحين ليه الكاميرات؟ انا ليه مش شايفاكم؟ ايوه كده ماشي. الستة في واحد والستة في اتنين والاثنين في الاثنين. انا بقول عوامل الاثنين، اقدر اكون الاثنين ازاي كمصفوفة؟ ماشي، شغل قلم كده وجرب. الاثنين في واحد، اتنين في واحد، ماشي. ادي عمود صفين وعمود واحد، ايه كمان؟ والواحد في اتنين. والواحد في اتنين، صف واحد وعمودين. طيب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ لا، مفيش حاجة تانية. يبقى العوامل بتاعت الاتنين كام؟ الواحد والاثنين طيب الواحد عارفة اجيب عوامل ليه؟ عارفة اجيب عوامل الواحد؟ لا. هو بس ايه؟ واحد في واحد بس. يبقى ايه؟ الواحد ليه عامل واحد بس اللي هو نفسه الواحد، لان احنا لو قلنا واحد في واحد احنا قلنا بناخدش المتكرر. طيب هات لي الستة يا عمر، عوامل الستة. أقدر أكون الستة إزاي؟ الضرب ستة في واحد وتلاتة في اتنين، ستة، ستة في واحد، برافو. تلاتة في اتنين. يعني أنا هرسم كده إيه؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، ماشي. وتلاتة في اتنين اللي هو إيه؟ واحد، اتنين، تلاتة، وايه كمان؟ اتنين. واتنين في تلاتة، اعمل صفين كده. في حاجة تانية؟ لا، هاخد الايه؟ الحاجات اللي مش مكررة. ان يبقى عامل الستة ايه؟ الواحد ممكن والستة وايه والتلاتة والاتنين. ممكن ايه؟ قول. لا مفيش شيء. مفيش حاجة تانية. يبقى عوامل الستة ايه؟ الواحد والستة والاتنين والتلاتة، تمام؟ تمام. عوامل السبعة يا محمد. عوامل السبعة، عوامل السبعة، السبعة في واحد، سبعة في واحد، ماشي. أرسم كده إيه؟ سبع صفوف. وإيه تاني؟ إيه تاني؟ بس أول واحد في سبعة هي هي. يبقى العوامل بتاعت السبعة ايه؟ الواحد والسبعة. طب التمانية يا عمر، تعرف تجيبها لي؟
عوامل ثمانية في 8 قلنا واحد، ايه؟ 8 في 1 8 في 1 ايه كمان؟ و4 في 2 و4 في 2 والواحد في 7. صح، احنا ضرب مش جمع، والواحد في 2 قصدي، في 2 صح؟ ما احنا مفيش قلنا واحد تاني. تاني. ما فيش تاني، يبقى عامل التمانية ايه؟ الواحد والتمانية والاتنين والاربعة. فهمنا يعني ايه عوامل؟ اه تعالوا نجيب الكتاب بقى نشوف الأسئلة. نفتح الكتاب، كانت صفحة 94. الصفحة اللي بعدها يا مس. ايوه الدرس، احنا نقرا الدرس بس. بيقول لي ايه لإيجاد عدد اي عوامل اي عدد، نكتب العدد ده في صورة ايه؟ حاصل ضرب عاملين. يعني ايه عوامل؟ يعني لما كنت بقول ان الستة دي ممكن اكونها من 2 في 3 او 1 في 6، الاتنين دي عامل من عوامل ايه؟ الستة، والتلاتة برضو ايه؟ من عوامل الستة، والواحد من عوامل الستة، والستة من عوامل الستة، يبقى الاتنين دي اسمها ايه؟ عامل من عوامل الستة، والتلاتة برضو نفس ايه؟ نفس النظام، عامل من عوامل الستة. طب الستة بالنسبة للتلاتة ايه؟ مضاعف. يبقى تاني لما اقول الاتنين بالنسبة للستة هي عامل من عوامل الست، يبقى الاتنين ايه؟ عامل من بالنسبة للستة، الاتنين عامل من عوامل الستة، والتلاتة برضو مالها؟ عامل من عوامل ايه؟ الستة الستة. طب الستة بالنسبة للاتنين ايه؟ الستة بالنسبة عامل للاتنين هي مضاعف، لا مضاعف ليها، مش احنا كنا بنقول مضاعفات الاتنين ايه؟ الصفر والاتنين والاربعة والستة، صح؟ صح. يبقى لما اقول 2، بص هنا مديني مثال اهو، لما اقول 2 في 3 الاتنين دي عامل والتلاتة دي عامل، انما 6 ايه؟ مضاعف للاتنين، مضاعف للاتنين ومضاعف للتلاتة. لما اقول 1 في 7، الواحد ده عامل والسبعة عامل، والسبعة التانية ايه؟ مضاعف للواحد والسبعة، يعني 7 مضاعف لنفسها. أي عدد مضاعف لنفسه، أي عدد مضاعف لنفسه، لأن أي عدد هضربه في 1 هيديني نفس العدد، صح؟ صح ولا إيه؟ صح. يبقى أي عدد مضاعف لنفسه، نكتب كده الملحوظات دي، نفتح كشكول ونكتب. اكتب الملاحظة الاولى، ان الاتنين دي عامل بالنسبة للستة هي عامل من عوامل ايه؟ الستة، انما الستة بالنسبة للاتنين هي مضاعف. يرحمكم الله.
عامل من عوامل الاتنين، عامل من عوامل الستة. انا كتبت يا مس الاثنين عواميد من ستة، عواميد ستة. الاثنين عامل من عوامل الست. انا كتبت كده. ماشي. طيب الستة بالنسبة للاتنين، الستة بالنسبة للاتنين عامل، ستة بالنسبة للاتنين مضاعف، مضاعف. اتنين يبقى الاتنين الستة ولا ستة بالنسبة الاتنين؟ للستة، الاتنين بالنسبة للستة هي عامل من مضاعف عوامل الستة، بالنسبة للاتنين هي مضاعف. مضاعف. خلاص. خلاص خلاص طيب اللحظة اللي بعدها ايه؟ أي عدد هو مضاعف لنفسه؟ مس نعم ممكن اشرب ميه؟ بسرعة يلا. كتبنا الملاحظة دي؟ ايوه أي عدد هو مضاعف لنفسه؟ كتبت يا محمد ولا لأ؟ يا محمد نعم كتبت ان اي عدد مضاعف لنفسه ولا لا؟ نكتبها. تمام. طيب وأي عدد برضو من عوامله العدد نفسه؟ أي عدد من عوامله الواحد والعدد نفسه؟ يعني أي عدد في الدنيا العوامل بتاعته فيها هو نفسه والعدد والواحد، هو نفسه والواحد. بس نعم نعيد في الكتاب امتى؟ نحل دلوقتي في الكتاب، بس هكتبه بس الملاحظات دي.
مستعجل ليه انت؟ كتبته خلاص الملاحظات دي ولا ايه؟ مش عارف يا ميس اكتبها، انت كاتبه اس و ال و كي ومش فاهم. ثانية واحدة أنا هكتبها لكم بسرعة تاني، استنى هكتبها لكم هنا. تاني مستني تكتبتي مستني مكتوب بس بالكيبورد. ثانية واحدة يلا امسك تي في ظهر ولا لسه؟ اي صح طب كده شايفينه كويس؟ او انا كتبت يا بس كده. تمام. خلاص يا عمر، خلصت تنس تمام. نقلب الصفحة. نعم لا بيقول لي أمثلة ال14، بيقول لي عواملها ايه. بص أول حاجة كتب ايه، الواحد وال14، وبعدين ايه ال14 في الواحد برضو، وايه تاني الاتنين في سبعة والسبعة في الاتنين. أخد الأرقام اللي مش مكررة، أخد من الأرقام مكررة رقم واحد بس، فقال ان عواملها ايه الواحد والاتنين والسبعة والاربعتاشر. قال عوامل الاربعتاشر ايه، الواحد والاتنين والسبعة والاربعتاشر. طيب عوامل الستة احنا لسه قايلينها، تعال نقولها مع بعض. كانت واحد في ايه، ستة في ستة ستة.
وستة في ايه؟ وستة في واحد، في واحد. وكانت تلاتة في ايه؟ والتلاتة كانت في اتنين، ايوه. والاتنين كانت في ايه؟ والتلاتة هاخد ايه؟ رقم واحد، مش هاخد المتكرر، يبقى هاخد الواحد. اخده بالترتيب بقى من اصغر لاكبر، الواحد، وتاني حاجة ايه؟ الاتنين، وبعدين التلاتة، وبعدين ايه؟ الستة. يبقى عوامل العدد ستة، هي الواحد والاتنين والتلاتة والستة. ال 12 تمام مس ال 12 سيبيني انا اقولها. ماشي، قول يلا. 12 هتبقى كام؟ 12 في 1 12 في واحد، واللي قبلها و1 دي في كانت ايه؟ 12 واحد في 12، وبعدين و6 في 2 ماشي و2 في 6 تمام. و3 في 4 ايوه و4 في 3 تمام. العوامل بقى بتاعت ال 12 هتكون ايه؟ واحد ايوه اثنين ايوه ثلاثة تمام. أربعة ستة وايه كمان؟ اتناشر. 12. يلا يلا يا محمد، رقم جيم 20، عوامل ال20، الواحد في 20، وبعدين والعشرين في واحد، تمام، والعشرة في 20، عشرة والعشرة في في 20،2، العشرة في والعشرة في الاتنين، 2، وقصادها الاتنين في ايه؟ وقصتها الاتنين في صفر. اتنين في صفر؟ لا انا ما كملتش كتابة. اتنين في صفر و20؟ لا مال ايه؟ اتنين في كام ب20؟ صح يا محمد، انت لسه قايل 10 في 2. أصرف 22، طيب واتنين في كام ب20 برضو؟ الاثنين في عصر. ايوه كده، 2 في 10. ها وبعدين 4 في كام؟ 4 في 5، 5. واللي ناقص هنا تبقى ايه؟ الـ5 في 4، 5 في 4. واللي بقى العوامل على بعضها كده تبقى كام؟ بالترتيب من الأصغر للأكبر. الـ5 أصل الـ4، أصغر حاجة إيه؟ الـ4 أصغر حاجة إيه؟ عند الواحد الأول. الواحد أيوة والاثنين تمام. والثلاثة فين الثلاثة؟ والأربعة، وإيه كمان؟ والخمس، وإيه كمان؟ والـ25، والعشرة، أيوة. وبعدها إيه؟ والـ20. تمام. يلا يا عمر، عوامل التسعة. 9 9 في 1 تسعة في واحد، و3 في 3 ثلاثة في ثلاثة، وال ايه تاني؟ مش احنا بنقول الرقم عكسه؟ يعني نقول 9 في 1 وهنقول ايه؟ 9 في 1 واحد في 9. 9 يبقى 1 3
يبقى تسعة. واحد في تسعة، لسه نكتب دي، واحد في تسعة، ستة. واحد وتلاتة وتسعة. ممتاز. يلا يا محمد، رقم 8، عوامل 8 ايه؟ أبدأ بالواحد الأول. ماشي. يلا. التمانية واحد في تمانية، والتمانية في واحد، ماشي، 1 في 8 و8 في 1، ايه كمان؟ و الواحد في 8 و8 في 1، وايه كمان؟ ده احنا لسه حالينها اصلا. وال كام في كام بيديني 8؟ كان في كام؟ 208. انت مش مصحصح يا محمد. كام في كام؟ اديني 8. يلا يا محمد، الميتنج هيفصل، هندخل تاني بعد ما يفصل، بس يعني عاوزين قبل ما الميتنج يفصل نحل سؤال، احنا لسه قايلين واحنا بنشرح. كام في كام؟ اديني 8. مش أول لا هو محمد عارف. يلا يا محمد، صح يا محمد. اتنين في كام؟ اتنين في كام يا محمد؟ اديني 8. الاثنين في أربعة، ايوه، يبقى اتنين والأربعة في في اتنين، اربعة، واربعة في اتنين، يبقى العوامل ايه؟ واحد وايه تاني؟ واتنين. واحد، ها، واحد، واثنين، وأربعة، ممتاز، ثمانية، هنفصل ونفتح تاني، تمام؟ هقفل اللينك وافتحه تاني عشان ما يفصلش من واحنا بنتكلم.